اللي كانوا في طريق الزيان الان كيحاولوا انهم يقتربوا او قربوا من المخزن ديالهم. يحاولوا يتواصلوا معهم بشكل منفرد. اللي غادي ياخذوا لجنه الامن لبعض العناصر من اجل التكلم نيابه على مجموعه ديال الافارقه في الصحراء. السلامة ديالنا ولادنا ديال البيئة ديال الطرقات ديال لا سيركيلاسيون ما دينا في كلشي ما نافعيننا حتى حاجة. وريني شي حاجة نافعيننا بها. إلا بغاو التفتح على إفريقيا ولا بغاو ولا بغاو ولا بغاو ماشي على حسابنا حنايا على حساب ولادنا. كاين شي واحد تيخرج عيني في السلطات. وريني شي مغربي كتبقى في السلطات تتهضر معاه تيخرجوا به عينيهم.
عمري 58 عام، عمرني ما شي واحد كيتحدى السلطه تيخرج فيها عيني. تشتاقوا تقهرتوا مع هاد الناس وتقتلنا وتقتلنا. كاين شي واحد كيتحدى السلطات؟ شوف كيفاش كيتعاملوا مع السلطات. نقولوا على انهم سابوا بهذا المعنى. نعم نقولوا على انهم اكثر من السيبه. شو ما علاش بعجي من بلادهم كحلينا كحلينا. الناس هنا كيزبط كيبغيو يبيعوا الدور ديالهم كيبغيو كذا. ونسيب تي هي هنا لا بغا لا بغا شي واحد اثباتا نجيبها ليه. ها هي في الدار هنا سدوا الدار مشاو فحالهم. طيح انا عمري باش ندير لوكال فين نسكن ولادي نبوندوني على كمل هادو نمشي نكري. تبغي انت تبغي انت تبغي انت تبغي انت سد الدار تدخل تكري. جاوبني خويا انا دايما هاد الناس تحداو السلطات يقدروا يديروا اي حاجه. السلام عليكم. المشكلة هو يخص واحد شوية ديال الاحترام والشوارع ديالنا تبقى محترمة والساكنة تبقى محترمة والله يكون في العون. راه بنادم إلا بغى يدير إلا كان المهاجر كي يقلب على العيش ديالو على المستقبل ديالو راه خصو يكون سليم. خصو يكون سليم ياك فهمتي. خصو يكون سليم المهاجر ما خصوش يكون بحال هكا ويتعرض للفوضى ويتعرض للتعفونات ويتعرض للإهانة ويتعرض سميتو الوسخ ديال الدولة والمسائل اللي غادي مهاجر ليها. الله يرحم الوالدين. الله يجزاك. كاين هنا الدعارات هاد المسائل ماشي غريبه ولكن حنا واحد الحاجه اللي غنشوفو راه غادي نشوفوها وغادي نألم العقل ديالنا والقلب ديالنا فهمتي. حنا اي واحد مهاجر الله يسهل عليه غير ما هو كما قلنا يكون احترام ويطلب لقمه العيش ديالو. وراه بزاف ديال الناس كيخدموهم كاع راه كاينين الناس اللي مخدمينهم معاهم ولكن هما ولفوا هاد الوقوف بحال هكا ويدبروا على الصرف كثر ياك فهمتي. بارك ناس تا كتجي خبزه كيجي كتجي مانطا كيجي سداري كتجي جاكيتا كتجي كذا راه ما غاديش يمشي يخدم غادي يبقى لوت على الشارع ياك فهمتي. وغادي يضرب الساكنه كما قلنا اللي كاينه. الله يجازيكم بخير.